نقدم حاجة جديدة النهاردة إن شاء الله لعبد الملك بن مروان برضو، ولاية الأمير مروان بن محمد كانت آخر سنة له على الخلافة الأموية. السنة الأخيرة لمروان بن محمد والخلافة الأموية خلال ولاية الأمير عبد الملك بن مروان ابن موسى ابن نصير، نرى للمرة الأولى اسم الإسكندرية وأهناس مدن المصرية كلها على المسكوكات الإسلامية المصرية، وستكون الأخيرة لأهناس. لكن إسكندرية ممكن نقدم لها بعض المسكوكات التانية، لكن احنا بنتكلم على السنة الأخيرة في حكم الخلافة الأموية مروان ابن محمد. نلاحظ أن فلس الإسكندرية بيحمل بخلاف الاسم العربي اختصارا بحروف يونانية ثلاثة، بيمثل أول ثلاث حروف لمدينة الإسكندرية باليونانية القديمة، وهو اختصار يشبه ما كان يستخدم على الأفلاس البيزنطية الإسكندرية. ولهذا بنقول أن تاريخ النقود دائما مترابط ومتصل، ومفيش منظومة نقدية اتولدت من العدم. ده اللي احنا بنقدمه النهاردة عن العملة الأخيرة للدولة الأموية مروان بن محمد، اللي قلنا قبل كده أنه هو تم تطهيره بمصر وتم تتبعه عن طريق دولة الخلافة اللي بعديه كانت تقريبا العباسية، وتم قتله في مدينة مصرية أو في قرية مصرية. كنا كلمنا عن هذا الكلام قبل كده. بنقدم بس النهاردة عملات مختلفة اللي هي أهناس والإسكندرية. فضلوا برضو تشوفوا الكلام ده، ولو دي أثار طبعا لو موجودة معاكم أو مع حد يا ريت، لأنها بتساوي قيمة بتساوي ثروة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.